إنها وجبة خفيفة صنعت لتكدس، كل رقاقة منها تشبه الأخرى تماماً، بخلاف رقائق أخرى تأتي بأحجام وأشكال غير منتظمة. هذا الشكل المقعر الموحد يسمح بتشابك الرقاقات معاً. يمكنكم وضع الكثير منها في علبة أنبوبية الشكل وستحظون بكمية مكدسة من المقرمشات. إنها مسألة إنتاج تمتد حتى الأنابيب، لأن الأنابيب تشكل مستوعبات مثالية للرقائق المخصصة للتكديس. لصناعة هذه الأنابيب تبسط لفات كبيرة من الورق البني الخام بطبقة معدنية رقيقة. الورق المعدني سيحافظ على الرقائق طازجة. يعبر الورق مكابس أسطوانية تزوده بطبقة من الغراء. تلتف طبقات الورق حول شاقة يشغلها حزام ضخم، كما يضغط الحزام الطبقات المغرات معاً. ثم توضع طبقة غراء على ورقة المعلومات لتلتصق على الورق الموجود على الشاقة. تصور كاميرا طرف الرقعة الأبيض وتنقل مكانه إلى مجموعة سكاكين دائرية. تقص السكاكين بدقة الورق أسفل الطرف الأبيض. بعد كل عملية قطع تنقل الحاملة السكاكين إلى موضعها لعملية التقطيع التالية، وقد حددت لها الكاميرا ما تفعله. تنتقل الأنابيب الورقية والمعدنية إلى داخل محطة قلب. إنها صندوق بممر داخلي يقلب الأنابيب لجزئها الأعلى الصحيح. تلف رؤوس معدنية حامية الأطراف العلوية لتثبت عليها الأغطية. تسحب أسطوانة الورق المعدني الظهر داخل قاطعة تخرم أشكال الغطاء. آلات تفريغ تحمل الأغطية نحو الأنابيب وتسدها بإحكام حرارياً. تغطي الأغطية البلاستيكية الأنابيب الورقية. الأنابيب المزودة بأغطيتها تقلب الآن رأساً على عقب. إنها جاهزة لتكدس بالرقائق. ماء لثلثي كمية قشارة البطاطا ويمزجون معها مقداراً قليلاً من دقيق الذرة النشوي. جهاز ناقل ينقل المزيج إلى بريمة حفر تنشره ثم يسقط بين أسطوانات. باستخدام ضغط بوزن 4 أطنان يمد المزيج إلى صفيحة بطاطا واحدة وطويلة. تخرم قاطعة دوارة صفيحة البطاطا بأشكال بيضوية. تتولى آلة النزع فضلة العجينة تاركة بذلك رقائق مسطحة غير مطهوة. تعود فضلة عجينة البطاطا لتخضع لعملية صنع الرقائق، بينما تتوجه رقائق البطاطا نحو المقلاة. خلال انتقالها عبر المقلاة تمنحها القوالب الأسطوانية شكلها المقعر. هذا الشكل المقعر سيجعل الرقائق قابلة للتكديس. تقلى الرقائق مدة 11 ثانية في الزيت الحار، ما يجعلها مقرمشة. تنتقل أسفل مراوح تجردها من الزيت الزائد. تحظى الرقائق بطبقة من التتبيل، ثم تتشقلب خلفيا من ناقلة إلى أخرى لتتكدس بشكل متراصف مرتب. يتفحص أحد العمال صفوف الرقائق، ثم تنتقل إلى ناقلة أخرى تهزها لترخي الرزمة. تنتقل فوق موازين تقسمها لتوضب. تقحم ملاعق ميكانيكية الرقائق داخل أطراف الأنابيب المفتوحة. أدوات موجهة تنقر على الأنابيب لتدفع الرقائق برفق إلى مكانها. تنزل مسكات الأنابيب المكدسة إلى محطة حيث تضغط عليها رؤوس دوارة. أصبحت القاعدة المعدنية جاهزة الآن للشحن. تستغرق صناعة أنبوب مكدس بالرقائق حوالي 20 دقيقة. قريبا سيصبح فارغا بينما يأكلها شخص آخر.